السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عمل واحد إذا فعلته أفضل من الاعتكاف في المسجد شهرا متواصلا. ولكن قبل شروعي في بدء هذا الفيديو، نرجو منكم ترك إعجاب لهذا الفيديو ومشاركته لكي تعم فائدته فالدال على الخير كفاعله. إخواني الكرام، جاء في الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. حديث صحيح، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط. إخواني الكرام، كان الصحابة رضي الله عنهم لحرصهم على الطاعة وما يقرب من رضا الله عز وجل كثيرا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال وأكثرها قربة إلى الله تعالى، فكانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم تختلف باختلاف أشخاصهم وأحوالهم وما هو أكثر نفعا لكل واحد منهم. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أي أكثر من ينتفع الناس بهم، وهذا ليقتصر على النفع المادي فقط، ولكنه يمتد ليشمل النفع بالعلم والنفع بالرأي والنفع بالنصيحة والنفع بالمشورة والنفع بالجاه والنفع بالسلطان ونحو ذلك، فكل هذه من صور النفع التي تجعل صاحبها يشرف بحب الله له. وأحب الأعمال إلى الله سرور يدخلها على مسلم، أي أن أحب الأعمال هي السعادة التي تدخلها على قلب مسلم، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأفراد، فقد يتحقق السرور في قلب المسلم بسؤال أخيه عنه، وقد يتحقق بزيارة أخيه له، وقد يتحقق بهدية أخيه له، وقد يتحقق بأي شيء سوى ذلك. الأصل أن تدخل السرور عليه بأي طريقة استطعت، أو يكشف عنه كربة، والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الهم والغم، فمن استطاع أن يكشف عن أخيه كربة ويرفع عنه غمه فقد وفق بذلك إلى أفضل الأعمال. أو يقضي عنه دينا، أي تقضي عن صاحب الدين دينه، وذلك في من يعجز عن الوفاء بدينه. أو تطرد عنه جوعا، أي بإطعامه أو إعطائه ما يقوم مقام الإطعام. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة شهرا. ففي قوله هذا إشارة إلى فضل المشي مع المسلمين في قضاء حوائجهم وتيسير العقبة لهم، حتى جاوز هذا الفضل الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يدل هذا إلا على عظيم فضل السعي بين المسلمين لقضاء حوائجهم. ومن كف غضبه ستر الله عورته، وفيه إرشاد إلى ما يجب أن يأخذ المسلم به نفسه وقت الغضب من كف الغضب وكظم الغيظ، وأن عاقبة ذلك طيبة، وهي ستر الله عز وجل لعورته. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، وهذا فضل من كظم غيظه لله مع استطاعته أن يمضي غيظه، ولكنه كظمه ومنعه لله، ولأن هذا الأمر عزيز على النفس فكان فضله عظيما. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له، أي حتى تقضى له، أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، أي ثبت الله قدمه يوم القيامة على الصراط. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ختم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارات وهذا الإرشاد بعد أن أرشد السائل إلى أحب الأعمال إلى الله تعالى، وكأنه أراد أن يقول له: إن فعلت هذه الأعمال الصالحة فإياك أن يفوتك حسن الخلق، فإن سوء الخلق يفسد الأعمال الصالحة فسادا عظيما كما يفسد العسل إذا وضع عليه الخل. فعليك إذن أن تجتنب سوء الخلق، فإن سوء الخلق يحبط الأعمال ويضيع الثواب. نفعنا الله وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، دقها وجلها، عظيمها وصغيرها يا رب العالمين. انشروا سنة نبيكم يرحمكم الله فالدال على الخير كفاعله.